السلام عليكم، كنرحب بالجمهور انفاس بريس. دائما مع حكايات تراثيه، بعد ما كانت الحكايه الاولى هي الحبه والبارود، اسباب النزول ديال الحبه والبارود من دار الخيل. اليوم عندنا حكايه يعني دائما مرتبطه بالخيل ومرتبطه بالتراث ومرتبطه بالعلامه وبالفرسان. وهاد العلامه والفرسان في التبريده ما يمكنش الخزانه ديالهم ما تكونش فيها الكرام والجود، وهذه الحكايه ديال الجود والكرم ديال الفرسان مقابلها هو الصفه ديال البخل. البخل اللي كتكون في واحد العين من الاعيان ديال القبيله، كيكون عنده مال الدنيا وعنده الفلاحه وعنده الزراعه، ولكن ما تينفقش في هذا الجانب. هذه الحكايه حكاها لي واحد الفقيه، وفي نفس الوقت هو علام ديال منطقه منشاويه وتحديدا من جماعه سيد الخدير. هذا السيد الله يرحمه تيقولوا ليه الحميدي، حمادي الحميدي. وهذا السي حمادي كان فقيه ورع وتقي، وكان رجل خير، كان دائما عز عليه اللمه ديال الطلبه وديال الفرسان. ومن بين المسائل اللي بقى يعني مرسخه في الدين ديالي هو ان السربه ديال سيد الخدير ديال السي حمادي كانت كتجيب السلكه القران على صهوات الخيول قبل ما يدخلوا للمعركه. وهذا جانب من التصوف مررنا عليه مرور الكرام. نرجعوا للحكايه ديالنا اللي هي اللي حكاها لي السي حمادي الله يرحمه، على الصفه ديال البخل وكيفاش يعني كتولي لصيقه بهذاك الانسان اللي عنده المال وعنده الدنيا وعنده كذا وما تينفقش. هذا واحد السيد كان في منطقه ديال الشاويه، عنده الاراضي الفلاحيه، عنده يعني الابقار، عنده الاغنام، عنده الابل، وتيتفلح وتيزرع المواشي ديالو تيبيع ويشري بها، يعني انسان مسك عليه الله بزاف. ولكن الصفة الخبيثة فيه ولا الصفة الغير لائقة هي الصفة ديال البخل. كان هذا الراجل ما تينفق، ما تيدير شرط الطالب في الجامع، ما كيمشي للعزاء عند الناس، ما كيمشي للافراح ديالهم، ما كيساهمش مع الدوار، ما تيخرج حتى الزكاة ولا اشهر. ومعروف الدوار راه لاباس عليه، ولكن سيد بخيل. كان عنده خماس هو اللي كيخدم عليه. هذا الخماس كيحرط كيحصد كيقلب الارض، كيسرح البهيم، يسرح البقر، يسرح النعاج، الابل، وكيتحاسب معاه كخماس في اخر السنه ملي كيجي العيد الكبير باش يمشي يشوف عائلته. هذاك الخماس واحد العيد الكبير واحد السنه مشى الخماس تحاسب مع مولشي ومشى سافر لعائلته، بقات البهيم مسدود عليها في الكوارة وفي الاسطبلات، ولكن رؤوس الاغنام ما ارتاحتش، تبقى محبوسه وسط الزريبه، فبقى السيد التغاء ديالها كثير وكتنادي على من يخرجها. فقرر انه هو اللي يخرجها يديها يرعاها، رغم ان عنده واحد البنت، ولكن البنت في القبيله هو محافظ وبنت عزبه وكبرات، ما خصهاش تخرج، خصها تبقى حاجبه. مشى هو دا ديك الغنم واحد عدد كبير ديال الرؤوس ديال الاغنام، داها حدا الواد في الشاويه، واد ام الربيع ديز من تما ورعى الاغنام ديالو. ولكن كانت السميم وكان الصاد، جات واحد الرعده مفاجئه في ديك المنطقه، وجا الفيضان والسيول في الواد، والغنم ساحه وسط الواد كتقلب على الكلاء وداك الشيء، جرت السيول ديال الفيضان، جرت ديك الاغنام. ولكن هو ملي شافها تبعها، بغى ينقد الاغنام، جرته الكرطا ديال الماء، شرب الماء، تلاحوا عليه شي سراحه بجنب الواد، شافوه جبدوه، ما جبدوه حتى مات، وحطوه في جنب الواد تما ممدود، خرجات الروح، مات السيد. ولكن القبيله كلها ساقت الخبر، ملي القبيله ساقت الخبر، علموا السلطه، علموا الشيخ ديال القبيله، حتى بنته ساقت الخبر، وجي هي كتجري من الباب ديال الخيمه وهي كتعدد وتترتيف باها، تتغوت وتتندب، توصلت حداه. ملي وصلت حداه حيدت داك الزيف من حدا راسها، واشنو قالت في هذا الرتاح؟ حنا قلنا بانه الراجل كان بخيل، حتى البنت ديالو عارفه بخيل. قالت ليه الله 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 على بويا، الله الله، لا ايد دارها في براد، لا ايد دارها في براد، لا عود عود جمع به الجواد، لا بول فاف دارو في العواد، الله الله على بويا، الله جمعها حتى جمعها وداها الواد. بمعنى ان الاب ديالها ما كانش كريم، ما الايد ما دارهاش براد، وبراد يعني كي نعنوا به الصينيه والجماعه واللمه الحباب، ولا عاود جمع به الجواد، حتى العود عند في الدار كيجمعوا، دائما كيجمع الناس
وتيشوفوا الناس، والخيل دائما كتعجب الناس. هذا ما دارش هو هادشي، ولا بولفاف داروا في العواد، يعني داك الشوا ما عمرو ذبح من البيمو وشوا وكرم الناس. الله الله على بويا، الله جمعها حتى جمعها وداها الواد. شكرا لكم، هذه هي حكايتنا.